السلام عليكم. دي المرحلة التانية من دي المرحلة التانية من ازاي نعمل خميرة العيش الشمسي. واحنا معاكم برنامج تعلم معانا، واحنا هنشرح لكم ازاي واحدة بواحدة. احنا شرحنا لكم ازاي نعمل الخميرة، ودلوقتي خمرت ما شاء الله اهي زي ما احنا شايفين. وهندخل على المراحل الاخرى، هوريكم ازاي ان احنا بنحطها على الدقيق وبنخبزهم. وفي حاجة اسمها عصيدة لازم نعملها الاول. دي العصيدة، ولازم نقلب كويس جدا. دي مية مغلية ودقيق وذرة ملح كده، معلقة ملح. ليه؟ عشان خاطر ان دي العجينة بتاعت العيش، دي ضرورية. احنا بنوريكم مراحل الخميرة والخبز بتاع العيش الشمسي عشان تبقوا عارفينها. وحطينا هنا مية بعد ما خلصنا العصيدة، ودينا بنحط الدقيق. هي 5 كيلو دقيق و2 كيلو طبعا الخميرة اللي احنا عملناها، وكل واحد على حسب الكمية اللي هو عايزها والرغبة اللي هو رغبته، يعني حسب رغبته اللي هو عايزها. وطبعا بنعلمكم ازاي تعملوها. زي ما احنا شايفين كده عندنا بنعجن. ودلوقتي احنا بنحط الخميرة زي ما احنا شايفين كده.